بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد طلابنا الأعزاء أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية. لقد تدارسنا سابقا في سلسلة الحروف آخر حرف حرف الزاي. اليوم سنرحب بحرف جديد من هذه الحروف. قبل أن نسمي هذا الحرف لدينا هنا هذه الصورة، هي صورة كرز. صورة كرز، الحرف الأول من كلمة كرز حرف الكاف، حرف الكاف. إذن درسنا لهذا اليوم سيكون عن حرف الكاف، وهذا هو شكل حرف الكاف، حيث سنتعرف على أشكاله ونقرأه مع المدود الطويلة والقصيرة، وكذلك سنسمي بعض الصور. قبل أن نبدأ بهذا كله لدينا نشيد لهذا الحرف، لنقرأ نشيد حرف الكاف. في كل صباح أنا أشرب كوب حليب يبقى الأطيب، أحمل كتبي في محفظتي ثم إلى مدرستي أذهب، في ملعب مدرستي نلعب مع أصحابي كرة السلة، نتبارى دوما لا نتعب، كرتي تسرع مثل النحلة. نعيد القراءة مرة أخرى. في كل صباح أنا أشرب كوب حليب يبقى الأطيب، أحمل كتبي في محفظتي ثم إلى مدرستي أذهب، في ملعب مدرستي نلعب مع أصحابي كرة السلة، نتبارى دوما لا نتعب، كرتي تسرع مثل النحلة. الآن ننتقل إلى أهم المفردات التي وردت في النشيد. محفظتي أي حقيبتي، ونتبارى أي نتنافس، نتبارى نتنافس. الآن سننتقل إلى أشكال هذا الحرف، أشكال حرف الكاف. حرف الكاف له أربعة أشكال، يكون في بداية الكلمة على هذا الشكل فيتصل بالحرف الذي بعده، ويكون في وسط الكلمة على هذا الشكل يتصل بما قبله وبما بعده، وفي آخر الكلمة متصل يكون على هذا الشكل يتصل بما قبله فقط، وأخيرا حرف الكاف في آخر الكلمة منفصل يكون على هذا الشكل لا يتصل به شيء. الآن مثال على كل منها. حرف الكاف في بداية الكلمة كرة، نلاحظ أن حرف الكاف جاء في بداية الكلمة واتصل بالحرف الذي بعده حرف الراء. أما حرف الكاف في وسط الكلمة يبكي، يبكي، جاء حرف الكاف متصل بحرف الباء وبحرف الياء، وفي آخر الكلمة متصل أمسك، أمسك. طبعا الحرف الكاف الملون باللون الأحمر متصل بما قبله حرف السين، وأخيرا حرف الكاف في آخر الكلمة منفصل كلمة أعدك، أعدك. نلاحظ أن حرف الكاف لم يتصل به أي شيء. إذن هذه هي أشكال حرف الكاف، كما قلنا له أربعة أشكال. الآن سننتقل إلى قراءة الحرف مع المدود. أقرأ حرف الكاف مع المدود القصيرة والمدود الطويلة. بداية المدود القصيرة، كاف فتحة ك، وكاف ضمة كو، وكاف كسرة كي. مثال على كل منها. كاف فتحة ك، كلب، كلب. أما مع الضمة كرسي، كرسي، والكسرة كاف كسرة كي، كتاب، كتاب. إذن هذه هي المدود القصيرة. المدود الطويلة مع الأحرف، كاف ألف كا، كاف ألف كا، وكاف واو كو، وكاف ياء كي. مثال كذلك على كل منها. كاف ألف كاتب، كاتب. نلاحظ الفرق بين المد القصير والمد الطويل. أما مع الواو، كاف واو كو كتكوت. نلاحظ صورة كتكوت، هذا الفرق بين المد القصير والمد الطويل. مع الياء كي، كيس، كيس. إذن هذا هو الفرق بين المد الطويل والمد القصير، وهذه هي المدود الطويلة، المدود الطويلة. الآن لدينا بعض الصور. أسمي الصور والفظ حرف الكاف. نلاحظ في الصورة الأولى صورة كأس وكرة، صورة كأس، وكذلك
كرة، وكل منهما جاء حرف الكاف في بداية الكلمة. الصورة الثانية صورة عكاز. عكاز جاء حرف الكاف في وسط الكلمة متصل بحرف العين وحرف الألف بما بعده. أما هذه الصورة هي صورة سواك. صورة سواك نلاحظ أن حرف الكاف جاء هنا في آخر الكلمة ولم يتصل به شيء. وأخيرا هي صورة ديك. صورة ديك جاء حرف الكاف في آخر الكلمة متصل بما قبله وهو حرف الياء. إذن هذه هي الصور. الآن لدينا تدريب لحرف الكاف. ضع دائرة حول حرف الكاف المناسب. بعد أن تعرفنا على أشكال حرف الكاف، لدينا كلمات فيها حرف الكاف بالإضافة إلى أشكاله. الكلمات هي مكتب وكرسي وسمك وشباك. كلمة مكتب بداية، أين جاء حرف الكاف؟ طبعا جاء وهو باللون الأحمر، جاء في وسط الكلمة، نلاحظ متصل بما قبله وبما بعده. أي هذه الأشكال هو حرف الكاف في وسط الكلمة؟ طبعا هو هذا الشكل. الكلمة الثانية كرسي. كرسي ابتدأنا الكلام بحرف الكاف، إذن جاء في بداية الكلمة، هذا هو حرف الكاف في بداية الكلمة. الصورة أو الكلمة الثالثة سمك. سمك نلاحظ أن حرف الكاف جاء في آخر الكلمة متصل، هذا هو شكله في آخر الكلمة متصل. وأخيرا الكلمة الأخيرة شباك. شباك هنا جاء حرف الكاف، نلاحظ لم يتصل به شيء، وهذا هو شكله في آخر الكلمة منفصل. وأخيرا ننتقل إلى الواجب المنزلي في الصفحة 80 وهو التدريب الثالث والتدريب الرابع، عبارة عن سؤال تحليل والآخر تركيب. سؤال التحليل لدينا كلمة الكعك وكلمة كتاب، نحللها كل حرف في مربع. والسؤال الثاني سؤال التركيب، لدينا كلمات محللة سوف نجمعها في كلمة واحدة ونكتبها في الفراغ. ميم وكاف وتاء وباء تصبح كلمة مكتب، نكتبها في كلمة واحدة في الفراغ. وكاف وميم وألف ولام تصبح كمال. كمال كذلك نجمعها في كلمة واحدة ونكتبها في الفراغ. إذن هذا هو المطلوب منكم بالإضافة إلى حفظ أشكال حرف الكاف. ونكون بذلك أنهينا درسنا لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.